النهاردة لقاء سياسي من الطراز الأول. معروف عن مدينة كفر شكر أنها بلد سياسية، يعني الحديث السياسي فيها لا ينقطع. في الحقيقة كان الحديث النهاردة يعني على مستوى كبير من السخونة والمصارحة والمكاشفة. تطرقنا لعديد من الأمور، يمكن أهمها طبعا ضرورة تطوير البنية التحتية الخاصة بمدينة مركز ومدينة كفر شكر، الأحوزة العمرانية، الاشتراطات البنائية، ملف التصالح، ضرورة يعني رفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، دعم المواطن المصري وزيادة الدعم. شفنا حوار ثري النهاردة ومختلف الأراء والتنوع اللي كان موجود النهاردة، زي النهاردة كان فيه حوار مفتوح سمعنا فيه النهاردة عن أهم القضايا اللي تهم المواطنين، وده في إطار جولتنا النهاردة بعد دعوة السيد الرئيس النهاردة لحوار وطني في محاوره الثلاثة الأساسية السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبدورنا بكل التوصيات هي بالنسبة لنا محل اهتمام إن احنا نوصل صوت المواطنين لمجلس أمناء الحوار.